قال سفير تركيا لدى اليونان كريم أوراز يوم الثلاثاء إنه يأمل أن تعيد الحكومة اليونانية الجنود الأتراك 8000 اليونان عقب الانقلاب الفاشل، وتعهد بأن تجري بلاده محاكمة عادلة وشفافة. قال السفير التركي لدى اليونان كريم أوراز لوسائل الإعلام في أثينا إن 8 من العسكريين الأتراك الذين شاركوا في الانقلاب فروا إلى اليونان بعد فشل الانقلاب، مضيفا أن هؤلاء العسكريين 8 جميعهم من العناصر الإرهابية، وأكد أنه يأمل في إنجاز عملية الإعادة مع اليونان في أسرع وقت ممكن لانتقال هؤلاء العسكريين 8 إلى تركيا لتتم محاكمتهم. وأشار السفير إلى أن امتناع أثينا عن إعادتهم إلى أنقرة سيضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وفي الوقت نفسه قال أوراز إن عملية المحاكمة سوف تكون شفافة وتتفق مع المعيار الدولي 100%، وستحترم الحكومة التركية الحقوق الشرعية للعسكريين المتهمين 8. هذا وكان العسكريون الأتراك 8 قد وصلوا في اليوم نفسه إلى مكتب الهجرة في المدينة الحدودية اليونانية ألكسندروبوليس لتقديم طلبات اللجوء السياسي. كان العسكريون الأتراك 8 قد فروا إلى اليونان على متن طائرة هليكوبتر يوم السبت الماضي، وقالت الحكومة التركية إنهم قد اشتركوا في الانقلاب الفاشل، وطلبت من اليونان أن تعيدهم إلى تركيا، غير أن العسكريين 8 ادعوا أنهم لم يتورطوا في محاولة الانقلاب، ولكن عهد إليهم بنقل المصابين على متن هليكوبتر وتعرضوا لإطلاق النار من جانب الشرطة التركية، وقالوا إنهم فروا إلى اليونان بسبب الخوف على سلامتهم وأمنهم في ذلك الوقت. واعتقلت الشرطة اليونانية هؤلاء العسكريين بسبب دخول الجو الإقليمي اليوناني دون إذن، ويقوم مكتب الهجرة الآن بمراجعة العسكريين حول اللجوء السياسي في اليونان.